ده احنا من اول يوم لما مصر اعلن رئيس نعمل ايه؟ مطار العريش. اتفضلوا. مش بيتكلموا عن مساعدات؟ وعايزين انقاذ الشعب الفلسطيني؟ طب يلا ابعتوا لنا. بدأوا يبعتوا، بعتوا بعد كام يوم. بس احنا بدأنا، احنا اللي رحنا في الأول. وعندنا مطار وعندنا الميناء. ده الإسرائيليين زعلانين دلوقتي قوي كمان. زعلانين قوي إن احنا النهارده يقول لك مين العريش؟ هو مين العريش ده بيعملوا ليه؟ بعمله ليه؟ ده أنا بعمل مين العريش وهعمل مطارات وبعمل سكة حديد وزعلانين قوي على السكة الحديد. ده النهارده عاملين تقرير ضابط مخابرات إسرائيلي كاتبين تقرير طويل قوي عن قطار اللي رايح فين؟ اللي رايح سينا. فريق كامل وزير كان بيتكلم معانا هنا على الهوا، هنا اهو. الفردان، كوبري الفردان واللي هو خطين، ولما اقسم الفريق كامل وزير انه كانت فكره الرئيس اللي هو الطريقين، يعني مسارين قطارات مش واحد، كان الاول زمان واحد، لما اتسرق في 2011، اتسرق، دي كل حاجه، البلد كلها اتسرقت. فاتعمل مسارين قطارين يعني رايح جاي على كوبري الفردان. الاسرائيليين رصدين الموضوع، فحد في المخابرات الاسرائيليه عمل تقرير طويل قوي هكلمكم عنه بعد شويه. اهو مخاوف اسرائيل مشروع مصري في سيناء، موقع استخبارات يتحدث عن خطر تواجهه تل ابيب. بيقول لك هي مصر ليه بقى دخل رجعت القطار مره ثانيه لسيناء؟ سيناء دي ارضي، ده انا اعمل قطار وقطارات ومطارات ومواني واعمل كل حاجه وابني وعمر واعمل تنميه واعمل مصانع واعمل كل شيء، هي سينا دي بتاعتنا، نعمل فيها اللي احنا عايزينه. ده الموضوع ده مضايقهم جدا. قال لك عارفين يعني ايه التقرير اللي عاملينه تقرير مطول؟ قال لك عارف يعني ايه قطار يعود مره اخرى الى سيناء؟ ده معناه ان الجيش المصري ينقل مدرباته ومدرعاته، قالوا كده، عاملين تقرير على كده. ودباباته والمدرعات واحتياجاته ينقلها على القطر ده ويدخل ويوصل لحد حدودنا. طب وانت خلف انت مالك؟ دي ارضي، وجيش يتحرك في ارضي زي ما هو عايز، وانقل له كل حاجته زي ما هو عايز. شوفوا تفكيرهم. قال لك احنا رصدين الاسرائيليين التقرير ده، رصدين الاقمار الصناعيه رصده انه خلاص اقترب الامر الافتتاح. عوده اكتر حاجه مزعلهم ازاي القطار يعود مره اخرى الى سيناء. الناس اللي بيتكلموا اللي ما يعرفوش اي حاجه في الدنيا، شوف العدو الاسرائيلي خايف ازاي من اجراء انت بتعمله في ارضك. ده بيتكلم على مشروع، بيتكلم على قطار فقط يدخل سيناء، قطار. انه بس عوده القطار الى سيناء مزعل الاسرائيليين. ما بالك بالباقي؟ ما بالك بالمشروعات اللي انت بتعملها؟ وفي ناس للاسف الشديد والله مجموعه من يعني هقول عليهم ايه طيب؟ هقول عليهم ايه؟ ما فيش حاجة، بس مش هقول أكتر من كده. يعني شوف مشروع واحد، خط سكة حديد بس بس بس، يعدي الفردان ويروح بئر العبد ويروح العريش وبعد كده يروح لحد طابة إن شاء الله بإذن الله، مش كده؟ وهتربط البلد كلها كده. قال لك إزاي يجيبوا يرجعوا القطر تاني؟ شوف هم فكر إزاي. وقال لك إيه في التقرير؟ قال لك عمل انفاق كده وكمان عمل انفاق، يعني ما كفهمش الانفاق يستخدموها فعملوا كمان خط سكه حديد. اي حاجه بتعملها متضايق منها، اي شيء. بتخلي بالك بقى، عشان كده تخلي بالك، خلي بالك كويس قوي بلد واللي بيحصل. رئاسه الجمهوريه عجبني قوي البيان اللي امبارح، بيان اولا بيان مهم قوي، وبيان كمان بالرد على الرئيس الامريكي، وهو رد بيقول للامريكان والرئيس الامريكي اللي يعني متشلح في الاعلام الدولي كله باوله الاعلام الامريكي،